لان احنا كان الموضوع بالنسبه لنا هو التلفزيون والقناه الاولى والثانيه، فاقفل التلفزيون خلاص الدنيا ظبطت. لكن دلوقتي احنا محتاجين نشيل البلاي ستيشن ونشيل الموبايل ونبدا نعدل مواعيد النوم والصحيان اللي دايما بنلاقي فيها مشكله، عشان الساعه البيولوجيه بتاعه الاطفال بتختل في بدايه الدراسه من كل سنه، وناخد بالنا ان ده مهم جدا، تعديل مواعيد النوم والصحيان، عشان واحد الساعه البيولوجيه بتاعتنا محتاجه انها تتظبط. الساعه البيولوجيه مسؤوله عن التمثيل الغذائي بتاعنا، والسهر بيزود خطوره اصابه الاطفال بالبدانه ومرض السكر. انا اقنعه ازاي بده؟ يعني انا كولي امر ادخل على ابني ولا بنتي اقنعهم ازاي ان انت لما تسهر جسمك هيبوظ وعقلك مش هيكون بيقوم بوظيفته الطبيعيه؟ الكلام ده هم بياخدوه على اساس ان دي كليشيهات بتقولها الامهات والاباء علشان يدخلونا ننام بدري. هو انا مش المفروض اجي اقنعه دلوقتي، المفروض ده يبقى سيستم من اول الاجازه، ان احنا لينا مواعيد نوم وصحيان ثابته ما بيتغيرش، ملوش دعوه احنا في اجازه ولا لا. خدي بالك ان الاطفال والطلبه بيحبوا السهر مش عشان جمال السهر في حد ذاته، عشان هو كسر للروتين اللي هم اتعودوا عليه. فهم ما بيصدقوا يكسروا الروتين بان احنا هنغير مواعيد النوم والصحيان بتاعتنا. طيب لو احنا كسرنا الروتين بحاجات تانية غير مواعيد النوم والصحيان، هتلاقيهم عادي بيناموا وبيصحوا عادي. يعني تاخدي بالك في المصايف بيناموا بدري وبيصحوا بدري. ليه؟ عشان احنا عندنا حاجات تانية تتعمل. هل كانين طول اليوم في انشطه كتير بيعملوها، فتلاقي ان هو الساعه 11 دخلوا ناموا من غير ما حد يقول لهم، عشان هو يصحى الصبح الساعه 9 هينزل البحر وهيعمل الانشطه اللي هيعملها. فهو فكره كسر الروتين مش فكره ان هو متمسك بمواعيد النوم المتاخره. لا، فاحنا ممكن نكسر الروتين بطرق تانية تخلي الطفل متقبل جدا انه عادي ينام بدري ويصحى بدري. انا ازاي اديله التوجيهات اللي انا عايزاها دي من غير ما علاقتي بيه تبوظ؟ يعني لان هم برضو يعني يتقبلوا التوجيهات لكن بطرق ابسط. يعني ما اعتقدش حد دلوقتي يقدر يشخط في ابنه او بنته، يعني لازم الطريقه تكون تربيه ايجابيه بقى وكده، غير الناس ما كانت بتربي زمان. يعني هو زمان ما كانتش التربيه سلبيه، عشان نقول دلوقتي ان التربيه ايجابيه. هي التربيه بشكل عام لفظ لازم يكون ايجابي، لان هو كل التربيه هي ايجابيه. كان في طرق سلبيه اكيد يا دكتور اثرت في اجيال كتير. التربيه نفسها ايجابيه، احنا مش بنتكلم على الطرق اللي هي السلبية أو الإيجابية، لكن التربية نفسها حاجة إيجابية. أكيد. ما ينفعش نقول على التربية إنها سلبية. فالتربية دايما هي حاجة إيجابية، تمام؟ لكن الطرق زي ما حضرتك بتقولي هي اللي ممكن نقول دي طريقة سلبية أو طريقة إيجابية. هو بشكل عام في آباء وأمهات لحد دلوقتي بيشخطوا في أولادهم وبيزعقوا لهم، وبالمناسبة ده مش غلط إن احنا نزعق لأولادنا أو إن احنا نشخط فيهم أو حتى إن احنا نعاقبهم، بس طرق العقاب هي اللي بتختلف. يعني احنا العقاب بالضرب ده اسوء انواع العقاب اللي احنا ما بنحبوش، لكن في العادي احنا نقدر يعني نعاقب بالحرمان. يعني يعني هو مسموح. مسموح، بس ده اخر مرحله من مراحل العقاب. بالمناسبه عشان نوضح الحكايه دي بالتفصيل، هو البدايه انه احنا بنتولد بغرائز بدون ضمير. يعني ايه؟ يعني الطفل اول ما بيتولد عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يعمل حمام، هو عايز طلبه بس. ولما ما بنلبيش طلبه بيقعد يعيط وبينهار في العياط لحد ما بيتلبى الطلب بتاعه، وبعدين يبدا يتكون عند الطفل الضمير من خلال التربيه. فاهماني؟ فاحنا لو ما ربيناش الطفل وما قلنالوش ان ده غلط وده صح وعاقبنا على ده، هيبقى مفيش تربيه. ممكن اعاقب خلينا نتفق. ما احنا اتفقنا انه في عقاب باشكال مختلفه. خلينا نتفق على حاجه، هو لو ولله المثل الاعلى، لو مفيش جنه ونار الناس هتعمل ايه؟ مبدا الثواب والعقاب. انا مع حضرتك كده، فلازم يبقى في ثواب ولازم يبقى في عقاب. ففكره انه لا ما نعاقبش، لا ده غلط تماما. هو العقاب مسموح لانه احنا بنربي فنحتاج الى عقاب، ولكن طريقه العقاب هي اللي بتفرق.